شكراً سيد المستشار. يعني جواباً على سؤالكم، هذا سميتو النسبة ديال الرسوب، المشكل ديالها راه تحل، لأنه المشكل راه دام 3 أيام، وهذا كان راجع لواحد البنك الجديد ديال الأسئلة، وملي درنا التحليل وحينا البنك الجديد المشكل ما بقاش. ولكن هذه مناسبة باش نذكر بأنه المشكل ديال السلامة الطرقية في بلادنا جد مهم، وبأنه باقي ما وصلناش للحل. واليوم حنايا عندنا استقرار في عدد الموتى على الطرقات، وهذا خطير جدا، بحيث انه الاستراتيجيه الوطنيه كان الهدف ديالها هو التقليص ب 50% في غضون 2026، ونكونوا واصلين للنص اليوم، ومازال ما وصلناش، مازالين حنايا في نفس المستوى. ونبغي نذكر بانه كاين محاور استراتيجيه ومحور جد مهم هو الرفع من جوده، هو العامل البشري، والعامل البشري تيمكن لنا ندخلوا لهم ثلاثه ديال الابواب. الباب الاول هو جوده التكوين، وهذا فاش داخل هادشي ديال التكوين النظري والتجديد ديال الاسئله الى اخره. وايضا ما نقولوش بانه غير جددنا الاسئله، راه عملنا منصه للتكوين، والناس اللي تيبغيو يدوزوا البيرمي اللي تيدوزوا 20 ساعه في المنصه ديال التكوين، يمكن ما كاينش شي واحد فيهم اللي ما تنجحش في الامتحان الجديد. فهذا تبقى قضيه التكوين بالطبع. علاوه على التكوين خاص العمليه ديال التوعيه والتحسيس، وهذا ما تقوم به لا نارسا، وخاص ايضا التعزيز ديال المراقبه الطرقيه. هذه يعني مناسبة أعطاها لي السيد المستشار باش نتكلم على إشكالية السلامة الطرقية في بلادنا اللي تتهمنا جميع، واللي خصنا يعني نعملوا اليد في اليد باش نوصلوا للنتيجة اللي بغيناها لبلادنا. شكرا.